القوة العاملة بتعلن الرئيس السيسي يكرم 12 من قدامى النقابيين في عيد العمال. وزارة الآثار بتؤكد الكشف عن مقصورة احتفالات ملكية بمنطقة البطارية. الزراعة بتطلق حملة قومية للتوسع بزراعة الكينوا في مصر، والبحوث الزراعية بينظم يوم حصاد للمحصول بالمنوفية. وزارة التعليم لم نتلقى شكاوى من امتحانات النقل خلال اليومين الماضيين.